نتيجة للقرار الذي أصدرته وزارة الإعمار والإسكان بعدم قانونية شمول عقود وأجراء البلديات بتوزيع قطع الأراضي، أضرب عمال بلدية الناصرية عن العمل احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبروه بخيبة الأمل بعد سنوات من الخدمة في هذا المجال، حيث لم يستحصلوا على أبسط حقوقهم على الرغم من الأعمال الشاقة التي تلقى عليهم برواتب زهيدة وحقوق غير متحققة. يعني احنا خدمتنا اكثر من 13 سنه، لا اجى هذا القرار ضد الشريعه هاي المظلومه، ونطلب من المحافظ ان يتدخل بهذا الشيء وينصفنا احنا كعمال مظلومين، لا من حقوق لا من خطوره لا من كل شيء. توقفنا اليوم على مود تنفيذ هذا المطلب. العقود صارت من 2019، يعني بلديه الناصريه اذا ترجع على العقود 2019 يمكن ولا واحد يستلم، بينما اذا ترجع الواقع حال هسه اي واحد من ذول الاخوه سيل ايش قال عندك يقول لي من 2007 ل 2006 2010. فاحنا نطلب من السيد المحافظ والساده الوجهاء والساده النواب محافظ ذيقار يطالبونا بالغاء هذا القرار المجحف اللي اجى البارحه بحق العمال. بلديه الناصريه من جانبها تحدثت عن ازمه كبيره داخل المدينه نتيجه تراكم النفايات في الشوارع العامه والمناطق السكنيه نتيجه للاضراب، مطالبه الجهات المعنيه النظر بقرارها الاخير وانصاف هذه الشريحه المهمه والتي ستضع الدائره في حرج كبير امام المواطنين بعد توقف العمل. نطالب من هذا المنبر ومن خلالكم بتدخل السادة النواب والسادة المسؤولين. السيد المحافظ ما مقصر، البارحة احنا ليلة متواصلين وصدرنا كتاب ووجهناه للسيد المحافظ، نطالب الأمانة العامة بشمول خدمة الأجر ضمن قرار 315 حتى نقدر نوزع قطع أراضي لهذه الشريحة المطلوبة. هكذا أصبحت شوارع مدينة الناصرية بعد الإضراب الذي قام به موظفي العقود والأجور في بلدية الناصرية نتيجة للقرار الأخير الذي منعهم من استلام قطع الأراضي السكنية. لقناة التغيير الفضائية، سلامة سرهيد، ذيقار.